Hello my friends and welcome to today's lecture. اليوم ما رح تكون محاضرة زي دايماً إنه ناخد فيها أشياء جديدة، وإنما رح نحل مع بعض شوية أسئلة من الشغلات اللي أنا أعطيتكم إياها قبل هيك في الوحدة هذه واجب، لأنه أنا عارفة إنه أنتم ملخومين كتير في النصف الفترة هاي وملخومين عليكم دراسة كتير، فما بدي أعملكم محاضرة لايف وتضيعوا وقت، أو مش تضيعوا وقت، شوية تكونوا ملخومين يعني ما تلحقوا تحضروها. فاليوم رح نحل مع بعض أسئلة الواجب اللي أعطيتكم إياها قبل هيك. أي حاجة مش واضحة ابعتوا لي على الخاص. So let's get started. We took exercise 1 page 108 as a homework before. إيش الإكسرسايز هذا بحكي لنا؟ Choose the correct sentence in each pair. هلأ خلال الوحدة هذه إذا متذكرين إحنا تكلمنا عن a lot of, عن much, many, isn't, sorry, little, a little, few, a lot of. هاي الشغلات كلها تكلمنا عنها خلال دراستنا للوحدة، وفرقنا بين استخداماتهم. حكينا إشي يستخدم للكاونتبل، إشي للأنكاونتبل، إشي يستخدم مع التنين، في منهم الكلمات هاي بنستخدمها للجمل المثبتة، وكلمات أخرى تستخدم للجمل المنفية والquestions. هلقيت نشوف كيف ممكن إحنا نطبق الكلام هذا على الجمل الموجودة. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة which one is the correct sentence? When I say I've got a lot of milk. الجملة الثانية I've got much milk. I've got a lot of milk أو I've got much milk. Much و a lot of. الجملة عندي إيش الفرق بيناتهم؟ الجملة عندي هذه مثبتة، طبعا التنتين يستخدموا مع الأنكاونتبل اللي هي الملك، ما عنديش مشكلة. بس التنتين واحدة تستخدم مع الجمل المثبتة والثانية تستخدم مع الجمل المنفية والquestions، فبالتالي much غلط إني أستخدمها في هذا السياق، لأنه much تستخدم مع الجمل المنفية والquestions. عشان هيك I've got a lot of milk. There isn't many coffee left أو there isn't much coffee left. Coffee لما أحكي أنا عن coffee اللي هي القهوة نفسها. There isn't much ولا many. Coffee is uncountable. طبعا إيش الفرق؟ إحنا أول ما نشوف الكلمتين نشوف إيش الفرق بيناتهم، نتذكر استخدام كل واحدة. فبالتالي much و many استخدامهم الفرق بينهم، واحدة تستخدم مع الكاونتبل واحدة تستخدم مع الأنكاونتبل، فبالتالي coffee is uncountable واستخدم معها much. I'm only buying a little grapes أو I'm only buying a few grapes. بدي أحكي لكم شغلة كتير تبسط عليكم الحل. عادة لما تلاقي الناون الموجود عندي هان مجموع، معناها إنه هذا الناون countable، حاجة أنا بقدر إني أعدها. يعني الجريبس أنا بقدر أحكي العنب مثلا، بقدر أعدهم بالحبات، فاهمين علي؟ يعني في أو مثلا بالطوفة، فبالتالي إنه هو إشي معدود. الجريبس بما إنها الجريب يا جماعة اللي هي العنب، بما إنها بتنتهي بأس معناها إنه هي معدودة countable. طيب a little و a few، مين فيهم اللي تستخدم للcountable؟ a few grapes. Okay, اللي وراها we haven't got any ice cream I'm afraid أو we haven't got some ice cream I'm afraid. إيش الجملة عندي؟ أول حاجة بنتبه لها إنه أنا عندي الجملة منفية عطول عطول. مين اللي دايما بستخدمها مع النفي أو الquestions؟ هل هي some ولا any؟ أكيد any، فبالتالي we haven't got any ice cream. Can I have any tea or can I have some tea؟ هذه يا جماعة نقطة بدي اياكم تركزوا معايا شوية. احنا اخذنا انه عادة any تستخدم مع النفي او مع الquestions، وsome تستخدم مع الجمل المثبتة. طيب في عندي حالة معينة، انا بستنيت انه ناخذ هذا الاكزامبل عشان اعطيكم اياها. في عندي حالة معينة فيها بستخدم some في الquestion. كيف؟ لما يكون عندي offer أو request. إيش يعني؟ يعني هنا أنا لما أحكي can I have some tea؟ أنا فعلياً I'm making a request، أنا بطلب منك شغلة، تمام؟ أنا ما أحكي لك can I have some tea، أنا بطلب منك إنه أنت تصبي لي شوية شاي، فبالتالي can I have some tea. مرة تانية ليش حكينا some مش any؟ لأنه هذه عبارة عن offer or request، فبالتالي offers والrequests بستخدم معها some في الquestions. Okay. Do you want much bottles of water or
Do you want many bottles of water? إيش الكلمة المميزة اللي عندي هنا؟ bottles. أنا ما بحكي water. لو أنا بحكي عن water نفسها بحكي do you want much water؟ ما عنديش مشكلة. لكن هاي bottles of water. الwater ما بقدر أعدها. لكن أزايز المية bottles of water بقدر أعدهم. فبالتالي do you want many bottles of water؟ طيب. People eat much junk food these days. People eat a lot of junk food these days. تعالوا نشوف. قلنا قبل هيك a lot of بقدر إني أستخدمها ل سواء countable أو uncountable. لكن المهم إنه إيش تكون الجملة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. لكن من هذه much هي اللي أنا بستخدمها في النفي أو في السؤال. طب هل هذه جملة مثبتة ولا نفي أو سؤال؟ هذه جملة مثبتة. فبالتالي people eat a lot of junk food these days هي الصح. تمام؟ تمام. نشوف اللي وراها. Are there any onions in the cupboard? ولا Are there some onions in the cupboard? طبعا جماعة onions هيها زي ما قلت لكم عشان الأس فيها فبالتالي it's countable. بس برضو مش هذه مشكلتنا، مش هذه النقطة اللي احنا مركزين عليها. لما نتطلع any و some ايش الفرق بيناتهم؟ إذا متذكرين حكينا إنه any هي اللي تستخدم دايما مع السؤال مع النفي، لكن some تستخدم مع الإثبات إلا في حالة طبعا الريكوست أو الأوفر. فبالتالي are there any onions in the cupboard هي هذه الصح. أوكي؟ لأنه any تستخدم مع questions. تعالوا نشوف التمرين الثاني في page 108. Choose the correct countable or uncountable nouns to complete the sentences. زي ما قلت لكم عشان نوضح يعني هذا الموضوع أو يكون شوية سهل بالنسبة لنا، الغير معدود دائما يا جماعة دائما دائما الغير معدود يعامل معاملة المفرد. بمعنى أنا لما يكون عندي كلمة uncountable مثلا water، water لحالها من غير bottles، water sugar مش عارفة إيش، هتلاقي جاي الفعل معاها فعل مفرد. يعني مثلا is مش عارفة فعل لو كانت بالمضارع مثلا فعل مع us. عشان هيك الغير معدود الـ uncountable يعامل معاملة المفرد في تصاريف الأفعال. أوكي؟ كيف بعرف إنه الكلمة countable ولا uncountable؟ عادة عادة الجمع بيكون إله us، إلا طبعا اللي هو الجموع الـ irregular. عندي يجي لهذا الكلام لو مر علينا أي أمثلة. طيب Are there any additives ولا fat in this snack bar؟ snack bar اللي هي شوكولاتة أو يعني الحاجات اللي احنا بنشتريها. Are there any؟ شوفي هذه حل لحالها. أول ما تطلع كلمة are there هذا جمع، يعني أنا فهمت عطول إنه هذه إشي مجموع. فبالتالي هل أنا هاخد إشي countable additives ولا uncountable fat؟ أكيد رح أحكي عن الكاونتبل مرة تانية عشان هذه أصلا منعطياني إنه الجملة جمع. Are there any؟ الجملة جمع، فبالتالي حاخد الكلمة الكاونتبل. كيف عرفت إنها كاونتبل؟ لأنها مجموعة. تمام؟ طيب نشوف الجملة اللي وراها. There aren't many cheese ولا mushrooms on my pizza. Can I have some more please؟ many معناها أو many تستخدم للكاونتبل ولا uncountable؟ للكاونتبل صح؟ طيب cheese ومشرومز في عندي S جمع، فبالتالي there aren't many mushrooms on my pizza. We have a little. قبل ما أكمل little تستخدم مع countable ولا uncountable؟ of course with uncountable. So هاي الكلمة هاي burgers عبارة عن countable، وميت هي ال uncountable. Burgers countable, meat is uncountable. We have a little meat left in the freezer. زي ما قلت لكم little أو a little تستخدم مع ال uncountable عشان هيك حكينا meat. There was some meals or food at the party, so I'm not very hungry. Oh, I'm not hungry now. There was some تستخدم مع countable ولا uncountable؟ uncountable اللي هي food. There was some sorry. شغلة تانية تخلينا نحكي إنه هي
مستخدمهم مع countable و uncountable، طلعوا الفعل اللي عندي ايش؟ was. اوكي، ايش يعني لما اقول انه الفعل was؟ ما قلناش where. لو قلنا where there were some meals مثلا، where بتقول لي انه هادي باخذ هادي جمع، where للجمع، لكن there was، was للمفرد، عشان هيك بحكي food. زي ما قلت لكم الغير معدود يعامل معاملة المفرد. مين جاي عندي هنا؟ was مفرد، فبالتالي الكلمة اللي حاخدها حتكون ال uncountable اللي أنا بعامله معاملة المفرد. فاهمين علي؟ إذا في حاجة مش واضحة بعتولي على الخاص بجاوبكم. وجماعة الناس اللي قالوا لي بدهم يعرفوا إيش أخطائهم بالكوز، رح أبعت لكم برضو إيش أخطائكم، تمام؟ ولا يهمكم. You can eat a few chocolate ولا biscuits every week but not too many. A few، few تستخدم مع countable ولا uncountable؟ Of course with countable، لأنه little هي اللي uncountable. Is there much apples or fruit in this cake؟ Is there much apples ولا fruit in this cake؟ Much قلنا ال count، ال much تستخدم مع ال uncountable، لكن many هي اللي مع ال countable، فبالتالي is there much fruit in this cake؟ much مع ال uncountable. اوكي، اذا في حدا حاجه مش واضحه احكوا لي بس على الخاص. طيب تعالوا نشوف كمان exercise. exercise 3 في صفحه 108 عندكم. complete the sentences with the words below. اوكي، وفي عندك حيكون كلمه زياده. جماعه لما يجيكم سؤال زي هيك انتوا فوقيهم قبل ما تبدوا تحلوا عشان ما تخربطوا، فوقيهم اكتبوا هيك يعني شوية صغيرة، إنه زي ملاحظات صغيرة يعني. For example والله بطلع any للquestion، للnegative sentences مثلا، some للجمل المثبتة، a lot of مثلا للتنتين بس بتجي للجمل المثبتة، للcountable والuncountable بس للجمل المثبتة، many للمعدود. فاهمين عليا؟ دايما اكتبوا هاي النوتس فوق الكلمات عشان وانتوا بتحلوا تكونوا خلاص عارفين إنه already هاي النقاط اللي بتكونوا تركزوا عليها. اوكي، the bus was late because there was a traffic. هلا قبل ما اكمل معنى الجمله بده يعطيني انه there was traffic اللي هو طبعا الازدحام المروري. كان عندي ازدحام مروري كثير ولا كان عندي ازدحام مروري قليل؟ the bus was late because there was، طبعا اكيد تاخر الباص لانه كان في كثير ازدحام مروري. طيب خليني اطلع، much تعطيني معنى كثير بس much تستخدم للنيجاتيف والجمل الكويستشنز، little any some برضه نفس الحاجه، هدول بمعنى انه قليل انا بدي شيء كثير، a lot of او many، many برضه نفس استخدام much في الجمل المثبته سوري المنفيه او الكويستشنز، فبالتالي ايش حيضل عندنا استخدام a lot of. اوكي، مره ثانيه اللي بيعطيني معنى كثير much او many، وانا اللي بدي اياها هنا a lot of لانه much و many يستخدموا للجمل المنفيه او لquestions. Chloe doesn't take clothes on holiday. clothes هادي مجموعه، وهنا عندي الجمله الجمله ايش؟ منفيه، فبالتالي Chloe ما بتاخدش معاها كثير اواعي في الاجازه، صح هيك المعنى؟ طيب doesn't take much or many clothes، doesn't take many clothes لأنه زي ما قلت لكم clothes مجموعة فبالتالي countable. There are only a sandwiches here، we need more for the picnic. شوفوا إيش معناها we need more for the picnic، بدنا كمان سندويشات للرحلة هاي أو للنزهة اللي إحنا طالعين فيها، فبالتالي معناه إنه there are only شوية sandwiches. مين اللي بتعطيني معنى إشي قليل بس للcountable لأنه عندي sandwiches؟ There are only a few sandwiches here. Okay؟ طبعاً countable few. If you like sweet tea you should only add a sugar. It as it's bad for your teeth. لما أقول لك إنه هو هذا الإشي مضر اللي هو السكر مضر لأسنانك، يعني أنا بقول لك إنه just add شوية سكر، صح؟ طيب if you like sweet tea you should add a sugar. Sugar is countable or uncountable? It's uncountable.
you should only add a little sugar. إذا uncountable بيجي معه little. وطبعا لأنه يا جماعة الجملة مثبتة. Have you got information about places to visit around here? Information دائما دائما اعرفوا انه information uncountable بس برضو مش قصتنا بس انا بدي احكي لكم اياها عشان لو اجت في اي جمل ثانيه. Have you got ايش any information؟ ليش؟ لانه هادي عندي اياها سؤال. Have you got any information about the places to visit around here? Okay. There isn't water left. Only half a bottle. Only half a bottle, فبالتالي مش ضايل كتير water. There isn't much water left. لما نحكي bottles of water حتكون many. لكن water لحالها much. Okay. تعالوا نشوف. برضو كمان من التمارين اللي أعطيتكم إياها واجب. Exercise 1, page 109. Complete the words with some, any, no, or every. طبعا يا جماعة هذا مراجعة لدرس indefinite pronouns and adverbs إذا متذكرينهم لما كنا نحكي somebody, anybody, nowhere, somewhere, everybody, everywhere هذا الكلام كله كنا نسميهم قلت لكم ركزوا على المصطلحات indefinite pronouns and أو indefinite adverbs. طيب we invited a lot of people to the concert but فراغ body came. من سياق الجملة احنا دعونا كتير ناس للكونسرت للحفلة هاي but معناها انه ايش في عندي contrast. الجملة الاولى بتحكي ايش الجملة الثانية عكسها فبقولك انه احنا دعونا كتير ناس لكن فعليا ما حدش اجا فبالتالي but nobody came. اوكي okay? اذا ما حدش اجا nobody came. My dog follows me فراغ where we have even followed he even follows me to school. My dog follows me بيجي ورايا او بيتبعني في كل مكان حتى بيتبعني للمدرسه. اذا ايش بحكي my dog follows me everywhere. يعني في مثلا انا كان بناتي بعثوا لي انه ممكن احكي anywhere بس يا جماعه any اذا متذكرين لما حكينا الفرق بين استخدام any و some قلنا استخدامهم بالindefinite pronouns والadverbs زيهم زي استخدامهم العادي يعني any بس بتيجي إذا كانت الجمل منفية أو questions. Okay so my dog follows me everywhere. Okay فراغ one is talking upstairs. في حدا بتكلم أحد فوق. Who is it؟ في حدا شخص ما. So someone is talking upstairs. Who is it؟ Okay. I looked for a present. هذه يا جماعة على المعنى برضو. I looked for a present for mom, but I didn't buy in the end. بدي اياكم تركزوا هون. لما نحكي انه هاي سوري. هانا وين النفي وين بداية الجملة اللي أنا بدي أركز عليها إنه هل هي نفي ولا مثبتة؟ بعد but شايفين بعد الفاصلة؟ هيها بتبدأ الجملة. I didn't buy فبالتالي it's negative الجملة نفسها منفية. I didn't buy anything in the end. إذا any هي اللي بتيجي مع النفي. Have you been where today? Have you been بدنا نحكي عندي some عندي any عندي no عندي every مين اللي بتيجي مع ال questions. Have you been anywhere today? Yes. A lot of children get bored in the summer. They say that there is فراغ to do. هم الولاد بيزهقوا في السمر برضو من المعنى. هم بيزهقوا في إجازة الصيف بيحكوا إنه فيش حاجة نعملها. إيش يعني فيش حاجة نعملها؟ There is nothing to do. Okay؟ طبعا nothing كلمة واحدة. Do you know one who lives in London? Yes, a few people. هذه محادثة بين اثنين. واحد بيقول له بتعرف حدا في بتعرف أي حدا بيعيش في لندن؟ والثاني بيقول له بعرف شوية ناس. مين اللي بتيجي مع الكويستشن؟ Do you know anyone who lives in London? Yes. This place is very popular. Buddy likes it. This place is very popular. الكل بحبه بما إنه مكان مشهور أو مكان popular. Everybody likes it. Okay.
بدي تركزوا على هاي الأسئلة لأنه زي هيك بيجي نمط الامتحان. طيب نشوف هدول، احنا بدنا نحط الاندفنت pronoun كله، مش بس بدنا نعبي جزء منه، بدنا نحط الاندفنت pronoun أو الاندفنت adverb كلهم في الجملة، سواء everywhere anywhere، سواء everybody nobody no one، زي هيك. تعالوا نشوف كيف ممكن نحلهم. طبعا في الامتحان برضو ممكن يعني غالبا حيجيكم انه خيارات وتختاروا منها، مش حتكونوا عايمين زي هيك. I didn't go this weekend. I stayed at home. من معنى الجملة أنا إيش بحكي؟ أنا ما رحتش أي مكان في هذه الإجا في خلال عطلة نهاية الأسبوع هاي، أنا ضلتني في البيت. I didn't go. مين اللي بتجي مع النفي؟ Anywhere. Yes. I didn't go anywhere this weekend. In the past, you couldn't buy spices اللي هي البهارات in many places, but now you can find them. هاي شفتوا now؟ إذا إحنا بنعمل contrast، إحنا عنا الجملة الأولى عكس الجملة الثانية. في الماضي ما كنتش تقدر تشتري spices من أي مكان، لكن الآن تقدر تلاقيهم everywhere، في كل مكان. وركزوا لي يا جماعة، نفس اللي حكيت لكم إياه توي، مش تشوفوا هنا نفي تقولوا خلص هذه any، لا، هاي الجملة بتبدأ بعد but. You can find them. Okay. هاي السبجكت تبع الكلمة هاي أو الجملة هاي you، وهنا بنكمل الفعل وبقية الجملة. Okay. فمن وين الإثبات؟ من بعد but. تيريسا اسم واحدة made a cake but فراغ liked it. It wasn't sweet enough. من المعنى بقول لك إنه تيريسا عملت كيكة لكن ما حدش حبها. فبالتالي تيريسا made a cake but no one or nobody طبعا نفس المعنى liked it. طيب what did I do with my MP3 player اللي هو مشغل الموسيقى؟ I know I put it in this room. أنا بدور على MP3 player تبعي. I know إني أنا حطيته في مكان ما في هذه الغرفة. I know I put it somewhere in the room. ليش ما قلناش anywhere؟ طيب لأنه الجملة مثبتة. I know I put it. ما بنطلعش على النفي هذا، نطلعش سوري على ال question هذا. هيها I know I put it. Okay. Here is the menu. What do you like? فراغ to drink. متذكرين النقطة اللي حكيناها بأول محاضرة بأول سلايدة؟ إيش أحيانا إيش بنستخدم مع ال request أو مع ال offer؟ هنا offer، بدك حاجة تشربها. Would you like something to drink or anything to drink؟ التنتين بيجوا في السياق هذا صح. Anything لأنها سؤال، و something لو أنا بدي أعتبرها offer إنه أنت إذا حابب تشرب حاجة. offer يعني عرض، أنا بعرض عليك إنك تشرب إشي. Lent me 5 pounds recently. Lent يعني إنه عارني خمس اللي هو ليرات recently مؤخرا، but I can't remember who it was. في حدا أعارني الخمسة هدول مؤخرا بس أنا مش قادرة أتذكر مين. تمام؟ إذا لما يكون عندي الجملة مثبتة هاي، هيها هاي نهاية الجملة يا جماعة، أنا ما بطلع على اللي هان. هيها هذه جملة لحال وهذه جملة لحال، أنا بطلع على هذه الجملة. الجملة مثبتة فيش فيها حاجة، فبالتالي إيش بيكون؟ somebody أو someone lent me 5 recently. okay. I've eaten فراغ all at all today. That's why I'm so hungry. أنا جعان كتير. طب إيش معناها هاي؟ إنه أنا فعلياً ما أكلتش حاجة اليوم، صح؟ I've eaten nothing at all today. أنا ما أكلتش حاجة اليوم. It's very dark here. I can't see. مين اللي بتيجي مع النفي؟ وبرضه من المعنى يا جماعة. I can't see anything. Okay. تعالوا نشوف هذا التمرين. هذا التمرين بيأكد على اللي هما where و who و that و who's اللي إحنا أخذناهم المحاضرة الثالثة. طيب the place فراغ we're spending our holidays is near the beach. The place من اسمها the place، أنا بتكلم عن مكان. The place برضو الحل لحالها يعني. The place where we are spending. طبعاً where هي تستخدم مع الأماكن. Let's meet in the cafe that or where is in the square.
هنا أنا بتكلم عن الكافيه، بحكي إنه هو هذا الكافيه زي كأنه it is in the square، مش بتكلم عن position معين تعال عليه أو هيك. فبالتالي لو كانت where أنا بتكون بتكلم عن إنه والله بوصف لك المكان هذا بالضبط إنه تعال عليه، لا أنا بحكي لك let's meet in the square. لو بدي أحط بدل that which تزبط let's meet in the cafe that is in the square أو which is in the square، بس مش where. هذه where تيجي في السياقات اللي زي هاي. Did you meet the boy who well, whose parents are both chefs؟ تعالوا نشوف let's meet the boy who parents are both chefs. طيب وين أنا عايش بعود هان؟ لو بدي أحكي did you meet the boy who parents are both chefs، لو أنا عايش بعود هان لو اجيت افهمها انا بالمعنى did you meet the boy، انت قابلت الولد هذا اللي والديه بيشتغلوا التنين كشيف في المطبخ. whose parents زي فكرة my اللي هو my neighbor whose dog we found. whose parents يعني الاهل تعونه او الوالدين تعونه زي هيك. اوكي دائما لما يكون عندي هنا مثلا the boy whose parents are both chefs، the girl whose hair is brown، the boy مثلا whose mother you've met اللي هي اللي امه انت قابلتها. اوكي do you know the name of the new girl who ولا which sits next to Jack. هذه اظن سهله girl، فبالتالي انا بتكلم عن بنت عن who. اوكي we are looking forward to the day، طبعا من هيها محلوله the day يعني انا بتكلم عن وقت عن توقيت معين the day when we leave school. the shop that ولا whose we buy our school uniforms from is very expensive. the shop we buy. طيب هل في حاجه انا هل في حاجه ملكيه اني احطها مع whose؟ لا طبعا. فبالتالي the shop that we buy our school uniforms from. طيب Saturday is the only day، وهذه برضو حالة حالها أنا بتكلم عن Saturday بحكي عن وقت عن يوم، بالتالي is the only day when I don't have to do homework. A concert hall is a place، برضو نفس الحاجة لما أتكلم عن وقت عن day بحكي when، لما أتكلم عن place بتكلم عن where you can listen to live music. My grandma remembers the time. A time برضو محلولة هاي. A time يعني when، لأنه وقت هي نفسه بيحكي لك عن وقت. These streets were all countryside. The area where ولا which we live is very quiet. The area where we live. ليش؟ لأنه area عبارة عن place، أنا بتكلم عن مكان معين، فالمكان أو الاريا هذه اللي إحنا عايشين فيها is very quiet. تمام؟ إذا في سؤال مش فاهمينه حاسيني بسرق بمشي بسرعة ابعتولي على الماسنجر. أوكي تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي وراء. الاكسرسايز هذا طبعا هو آخر اكسرسايز معانا، أعطتكم إياه واجب. Rewrite the sentences that do not need a relative pronoun. عشان أذكركم متى بنحكي إنه أنا مش محتاجة relative pronoun. طبعا قبل ما أكمل إيش يعني relative pronoun؟ who, which, that. وطبعا في عندي whose وعندي when و where. تمام؟ أو when و where نعتبره relative adverb بس مش مشكلة. إذا who, which, that whose هدول يعتبروا relative pronoun. في مرات أنا حكيت لكم ملاحظة بقدر استغني عن الـ relative pronoun هذا، وقتش هاي الحالات؟ إذا متذكرين المثال إيش كان؟ an additive، الـ additive هو المواد المضافة على الأكل. an additive is something that we put in food. لما قلت لكم that we يعني an additive is a thing that we، إيش بديت الجملة اللي وراها؟ we put in food. we هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن subject. يعني مثلا I, you, we, سارة، رامي، مش عارفة مين، they، هذه كلها كلمات عبارة عن subject، ما بدتش بفعل على طول بعد relative pronoun. لما أبدأ بsubject زي هيك بقدر إني أستغني عن relative pronoun. تمام؟ يعني لما أحكي I, an additive is
is a thing that we put in food. بقدر بنفس الوقت أحكي an adjective is a thing we put in food من غير that أو من غير which. تمام؟ طيب لكن لما أحكي an adjective is a thing that is put in food. ركزوا معي. An adjective is a thing that is put in food. That إيش إجا وراها؟ is. is عبارة عن فعل. صح؟ إذا بما إنه إجا فعل مش subject ما بقدر إني أرفع هي ذات أو which. لازم تضلها في الجملة. تعالوا نشوف تطبيق على هذا الكلام. The girl that lives next door to me is my class. Is in my class. طيب. The girl أول حاجة وني relative pronoun هي relative pronoun that صح؟ طيب بتطلع بعد that إيش في عندي بعد that lives lives هل هي subject؟ هي فعل فبالتالي ما بنفع إني أغير ما بنفع أحكي the girl lives next door غلط إذا بما إنه بعد relative pronoun إجا فعل بعد relative pronoun إجا فعل ما بقدر أغير وبالتالي ما فيش تغيير no change طيب Mrs. Taylor isn't a person that I know very well. Mrs. Taylor isn't a person that I know very well. هي عندي ال relative pronoun. طيب that هي relative pronoun. إيش إجا بعديها؟ I. I عبارة عن subject. فبالتالي بقدر إني أرفع that. إيش بتصير الجملة؟ Mrs. Taylor isn't a person I know very well. من غير that. ليش؟ لأنه إجا بعد that I اللي هي subject. The family whose cat destroyed our flowers are buying a dog. The family whose cat destroyed when ال relative pronoun whose جماعة عشان أسهلها عليكم whose عادة ما بقدر إني أرفعها لأنه هي متصلة يعني whose cat جاية مع بعض اللي البسة تعتهم تمام؟ فعادة whose ما بقدر إني أرفعها في الجمل اللي فيها relative pronoun هاي تمام؟ فبالتالي بتضلها زي ما هي ولأنه كمان شغلة أقول لكم إياها whose cat مش قلت لكم بتكون هنا بالآخر وأنا بروح بأخدها وبحطها هان فإيش جاي بعديها فعل يعني هي فعليا هذه كلها مع بعض كأني اعتبرتها relative pronoun وهذه هي فعل فعشان هيك ما بغيرش The cinema which we go to every week is closing down which هي عندي relative pronoun the cinema which طيب إيش بعد ال relative pronoun we عبارة عن subject فبالتالي the cinema we which we go بالتالي بقدر إني أرفع relative pronoun وتصير the cinema we go to ما جاش verb إجا على طول subject طيب نشوف هذا آخر سؤالين our teacher is a person who everyone respects هاي ال relative pronoun who إيش إجا بعدها everyone هل هو فعل لا طبعا فبالتالي our teacher is a person بقدر إني أرفعه وأحط على طول بقية الجملة everyone respects لأنه ما إجا بعد relative pronoun فعل إجا subject عادي everyone طيب لو نفس الجملة قلنا our teacher is a person who expects a lot of her students expects بعد who إيش إجا expect هو عبارة عن فعل فبالتالي لما يجي بعديها فعل قلنا ما بيكون في عندي أي تغيير هذه كل الأسئلة اللي إحنا نناقشها اليوم Thank you very much for listening and for attending this lecture If you have any questions please ask me in the comments or in on messenger يا جماعة إذا أنا في بنات بعتوا لي بدهم يعرفوا إجاباتهم للأخطاء اللي عملوها بالهذا I will send you your اللي هو الانسرز المصححة وتشوفوها اوكي okay? Thank you very much and please have a good day